عيش الدور. هلا خلونا نستقبل مقدمة نشرة الأخبار على تلفزيون ام تي في الفراشة جيسيكا عزر. بونسوار بابيون. بونسوار عادل. كيفك حبيبي؟ منيحة وأنت كيف؟ مشتاق لك. ميرسي على البابيون. لأنك فراشة. ميرسي. حلو اللقب إيه؟ بس نخبركم ليش فراشة؟ ها؟ ليش فراشة؟ لأنه خبريهم أنت. ليه بتخبريهم أنت؟ عن صديقنا. عن جد لا بدنا نخبرهم إنه ناصر وطارق وعادل بعثوا لي فراشة ما هيك؟ إيه مزبوط. بيعتبروني فراشة. مزبوط. بتضلك طايرة وحلوة هيك. ميرسي ميرسي. مهضومة. أنا جيسيكا بعرفها من هي وصغيرة. لأنه من سكان الأشرفية نحن. مزبوط؟ صح. جيران. بعدي بتذكري كيف تلعبي فوتبول ورا البناية. هيك تخيل. جولر. إيه جولر كنت. قد إيه متعصبة للأشرفية أنت؟ لا أنه مش كتير بس أنه أشرفية أولاً. إيه. وأخيراً. بداية ونهاية. مش كتير. بينت كتير متعصبة؟ لا ابدا. هلا الخير لقدي. جيسيكا وينك؟ صار لك جمعتين ما عم بتبيني. اشتقتولي؟ كتير. بعدك تتذكري كيف يذيعوا اخبار؟ وين؟ يعني كنت عم برتاح بالبيت، كنا عم نجدد العهود مثل ما بيقولوا هيك كيف بيقولوا وقت الاثنين بيتجوزوا بيجددوا كل فترة العهود بيناتهم. ايه. فكنا نحن عم نجدد العهود. ايه. كنت عم برتاح بالبيت. انت ومين عم تجدد العهود؟ انا وبيتي ام تي في. انت وام تي في. انا وبيتي ام تي في. يعني الله يساعدها ديانا فخوري المعطرة ما هديت. ايه حرام بعرف. ايه. كلهم تعبوا، ديانا ومنى وفادي وروبير وماجد كلهم بوجه لهم تحيه، وكارولينا ونادين لانه. ايه. كلهم تعبوا بهيدي الفتره. بس خلص يعني هلا رجع كل شيء لمكانه الصحيح وما بصح الا الصحيح بالاخر، وكل القصص اللي انكتبت واللي انحكى عنها هلا رح نحكي عنها بالجرايد والمجلات، وانه في خلافات كبيره بيني وبين ام تي في، وانه انا رح اترك ام تي في، وانه انا رح اروح لغير ام تي في. مزبوط كان في عندي عروض بس دائما ام تي في هي العرض المغري اكثر شيء بيكون بالنسبه لي، لانه ام تي في لا تقارن ولا بميل ولا ببوزيشنز ولا باي شيء ثاني. بكفي انه ام تي في لي اتس هوم، وهيدا شيء كثير مهم. خبرينا مضيتي على مليون دولار جينيفر لوبيز. مايكل جوردن. ايه. مضيت على مليونين، قلت لهم مليون ما راح امضي، بمضي على مليونين، اوكي اوكي ما اوكي خلص يعني خلوني شو بغير محل امضي فيه مليونين. بس شو هالخبريه اللي طلعت؟ لا كان في ارقام شوي خياليه يعني عم ينحكى فيها. ليه طيب؟ انه هي انه عم تنكب شوي بال يعني في اكثر، هي كانت عم تتضخم اعلاميا يعني اكثر من هي حقيقه يعني. لا انا اكيد ما مضيت على مليون دولار ويعني مش بالعقل واحد يمضي اصلا على مليون دولار، علما انه انا مع ام تي في بمضي على بياض على كل شيء. اوكي. فانا فيني اقول لك انه الارقام كانت عم تتضخم اكثر بالمجلات، وكان والصحف يعني والقصص اللي عم تنكتب وبين الناس وبالشارع يعني كان في كثير عم تتضخم الامور والارقام اكثر مما هي. ولكن بالاخر فيني اقول لك انا انه انا مضيت على الثقه. شو صاير بهاليومين؟ خبريني. شو هاليومين؟ بهاليومين صاير شيء. شو؟ عم اقول لك مضيت على الثقه. لا نغمتك مغيره. شو غير فيها لنغمتي؟ صايرة إنه غير. كيف؟ هيك على ثقة وعلى إنه وعلى حب.
على سلام. حب وسلام في احلى من الحب والسلام؟ لا بتعرف شو، لانه انا بالاخر بحب الام تي في، وبعرف انه الام تي في بتحبني على قد ما انا بحبها، واوقات يعني بيصير في سوء تفاهم صغير، اوقات بيصير في قصص بين الاخوه بين العائله الوحده، ومش عم بحكي هلا هيك، لا احكي شعر انه انا بالاخر ربيت بهيدي المؤسسه، فتت لهون كان عمري 21 سنه، كنت بعدني مخرجه من الجامعه. اليوم انا عمري 28 سنه، يعني صار لي كل هذا الوقت عم بتمرن فيه بام تي في وعم بشتغل فيه بام تي في، ام تي في عطيتني فرص، هي عطيتني وانا عطيتها، وانا بتصور مع نجاحي له طعم غير، وهي معي بتصير احلى كمان. شو رايك؟ يعني فينا نعتبر يعني فينا نعتبر انه انت باقية هون والسكاي زرقاء فوق النقاش والسماء زرقاء فوق النقاش. جيسيكا على فكرة انه انا من الناس يلي انه بتعرفي انا بتابعك دايما بنشرات الاخبار، وانا دايما بتابع نشرة اخبار الام تي في، استفدت لك فعلا يعني، وفي كتير ناس استفادت لك، وخاصة انه انت من المذيعات يلي انه ما بتخبي على الهواء، يعني مهضومة انه انت هيك كتير طبيعية على الهواء، وبصير معكم شغلات كتير بنشرة الاخبار، يعني مثل مثلا اذا طلع لك اسم عويس بالنشره شو بتعملي؟ بيقري عني فادي. بيقري فادي ايه؟ ايه هذيك المره كان فيها، الله مش مذكره مزبوط، اصلا لو مذكره ما راح اعرف اقوله، شيء جيولوجي، شيء مع فيزيائي، شيء كثير طويل، يعني اسم صعب وكثير كومبليكي، فانا طبعا انطلقت على الهواء وبدي احكي وعم اقول له انه القسم الثاني حواري الزميل فادي مع ضيفه الجيو، وسكتت. قال لي فادي قريها، هو فادي هلا ما رح اعرف حتى ارجع عينها. قلت له، قال لي طويله، قلت له ايه سوري يعني انا طويله، وضحكت يعني، بس انه ايه انه بجرب كون قد ما فيني بشبه حالي. يعني شفتي هيدا اللي بحبوه فيك الناس، يعني انه عندك كاركتر خاص فيك على الهواء، يعني انه انا بجرب قد ما فيني ما اتصنع، انه كون مثل ما انا، انه وات يو سي از وات يو جيت، يعني انه هيدي انا، مش انه بلبس ماسك. بس بتعرفي شغله، انا بحب هذا الستيل، يعني هذا ستيل المذيعات، يعني مثل انت، مثل ديانا، يعني ديانا كمان عندها ستيل خاص فيها. صحيح، نحن بالاجمال كل حدا عنده ستيل معين، بياخذوا انه مذيع الاخبار لازم يكون كثير جدي ورصين، ما بده على طول في شيء بينه وبين المشاهد، او في شيء بينه وبين الكاميرا، شيء شخصي، شيء شخصي، انه انتبه عم بوصل لك خبر، انتبه على حالك، انت قاعد ببيت جلس وحط اجر على اجر. لا برافو، يعني انا من الناس اللي كثير انبسطت هلا انه خي انك رجعتي. أصلاً أنا ما فليت لأرجع. لا إنه رجعت تطلعي على الشاشة. إنه ما بقى قاعدة بالبيت وبعدك عم. أصلاً أنا ما كنت قاعدة بالبيت. وين كنتي؟ أوقات كان بعمل سكي بالزعرور، فمش هيك يعني أم تي في وزعرور حال وحدة. كنت مقصصة بالزعرور. كنت مقصصة بالزعرور. يعني أنا بفتكر إنه إذا طلعتي خبرتي المشاهدين إنه مثلاً بعد 10 دقايق ليتس سي، إنه تنقول بعد 10 دقايق رح تبج قنبلة، ما بفتكر حدا رح ينتبه شو قلتي، بتعرفي ليش؟ لأنه قد ما بيكونوا مركزين عليكي. منيحة إيدي بس مش منيحة. عن جد، لأنه اسم الله عليكي، يعني عن جد، يعني انا بحبك هيك مثل اختي الصغيره، يعني عن جد اسم الله عليكي. ميرسي. مثل اللعبه. ميرسي. بس والله اهضم منكم، انت وديانا كيف بتذيعوا الاخبار، يعني فظيعين. انا ما هلا ديانا جديه اكثر، عندها ستيلة يعني، بس انا اوقات ما بركز، لان بين جيسيكا بقول انا شو بدها تزيد تنافي هلا وكذا بتقول هيك، وبين ديانا مثلا هونيك ديانا ما بقعد ركز، لان تعطيك هيدا اللوك تبع انه صير تحس انه لا بدها كاس، بدي حط كاس لنشرة الاخبار. اصلا هي ديانا حلوه وكل الناس بحبوها، فما قلت لك بالاساس انه كل واحد منا عنده ستيل خاص فيه بتشبه شخصيته بالاساس، يعني بالحياه. شادي كيف بتلاقيه كمذيع؟ ما فيني اعطيك رايي فيه، بركي فتحت العيون عليه واجا صار يضارب علينا، ما بيناسبني. مستحيل اقدم غير برامج طبخ. عتخيل مذيع اخبار؟ لا ما بتلبق، لا ما بتب، لا ما بتزبط، لا وجهك تحوك يا اخي. مين برايك اجمل مذيعه اخبار؟ اجمل مذيعه اخبار؟ إيه؟ هلا انه مذيعه الاخبار مش حلو نقيمها اذا كانت اجمل وحده او ابشع وحده، انه مذيعه الاخبار هي انه
اتس باكج يعني كونتينيو وشكل وترتيب ومحطه. ف بس هلا اذا بدي اجي اقول لك انه ما بعرف مين احلى مذيعه اخبار عم بقول لك باكج كون عم كذب عليك، لانه ما حدا بيقول اصلا عن زيتات وعكرين. فانه اكيد انا بنظر حالي انه انا حدا بشوف حالي جيد جيده وفي غيري كمان جيدين، بس مش رح اقول لك عن حيلا وحده انه واو هيدا احسن وحده، لانه ما حدا غيري اصلا رح يقولها وما حدا رح يقولها عني، فما رح اعطيهم البليزي. انت كمان بتقدمي نشره الاخبار على تلفزيون القاهره. صح، القاهره والناس. القاهره والناس يعني بتحكي مصري؟ ايوه. كيف مثلا بتقدمي؟ اعطيني مثلا شي جمله، كيف بتطلع، كيف بتمسين مثلا عشيه يعني؟ انه كيف عبالي شي مره اشوفها شوفي عم تقدمي. نطلع منقول من القاهره والناس نشره اخباريه جديده اليكم ابرز عناوينها. رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي. عندك فانز منيح ببصر ايه؟ كتر خير الله. بس اول ما بلشنا نذيع انا وديانا كنا كيف عن جد حدا عم بيعمل ما بعرف شي فيلم لعادل امام او شي كوميك، كل ثلاث ثواني نفرط من الضحك ما نقدر نكمل. انه انا كل ما اقول لهم مثلا رئيس الجمهوريه عبد الفتاح، قبل كان محمد مرسي يعني وقت بلشنا، عبد الفتاح السيسي، اخشى من الضحك ما اقدر اكمل. قول لهم بليز انه خلينا نرجع نعيد، مش معودين عليها. ايه بقى هلا خلص صرت منطلقه. وكنتوا تغلطوا مثلا بين الجي والجي؟ اوقات كنا اوقات نغلبت نرجع نعيدها، بس هلا خلص يعني بتلاقينا وقلعنا وما حدا قادر يوقفنا. يعني هلا اوقات باخذ الجه معي على النشره اللبنانيه. ايه بطلع اوقات على النشره اللبنانيه بكون بعدني مخلصه بالمصري، بقطع وحده جه هيك بعدين بعمل هيك انا من بعد ما تطلع من بعد ما تخلص الجمله، بس انه خلص سبق اتس اوكي. طب ليك اذا يعني اذا بدك تقولي مثلا اعتبري جمله مثلا بالمصري بدك تقولي انه حبيبي جاي، انه جاي يعني شو بتقولي حبيبي جاي ولا جاي؟ ما تاخديها جاي. هو حبيبي جاي النهارده ولا لا؟ هو يمكن قلب نهاره صار جاي. حبيبي جاي النهارده بس بكره حيرجع طبيعي ان شاء الله. جيسيكا، شو صحة الأخبار عن العرض يلي تلقيتيه من الام بي سي لتقدمي اكس فاكتور، مزبوط ولا لا؟ كان في حديث مع ام بي سي، بس ما كان في شيء معين يعني كتب انه اكس فاكتور وانه خلص انا تركت الام تي في وراح اقدم اكس فاكتور، بس ما كان في شيء محدد. يعني كان في حكي عم بيصير مع ام بي سي بس ما تطور، واصلا هلا كمان يعني ما راح يتطور لانه يعني انه خلص هلا ام تي في صار في MTV. مش ام بي سي. خلص فهمنا انك باقي هون. خلص عم اكد لاذا حدا مثلا يعني هيك كان بعينه انه انا بطله. لا خلص عم اكد انه جيسيكا عزار باقيه بالام تي في ان شئتوا او ابيتوا، خلصنا. شيئا من شاء وابا من ابى. مضبوط الخبريه انه الفنان العالمي خوليو اغليسياس جرب يبوسك بوش ابوش، انت هربتي بالاسانسير؟ حدا بيعمل عملتك؟ انا اهرب؟ انا ببوس بوش ابوش. مش بس هربت ودفشتك. دفشتي؟ شو كيف صارت القصه؟ كنا بتذكر اجا خوليو اغليسياس على لبنان وكنا بعدنا مبلشين بام تي في، وقالوا لنا انه بدي انزل ريبورتر، كنت بعدني بطلع على الارض، قالوا لي بدي تنزلي تغطي المؤتمر الصحفي تبع خوليو اغليسياس. بتعرف شو خوليو اغليسياس يعني انه انا بالنسبه لي انه نزة يعني انه كثير مهم الشخصيه اللي بدي اتلاقى فيها انه خوليو اغليسياس هالقد يعني. فنزلت على المؤتمر لنغطي، خلصنا المؤتمر وهو طلع بالاسانسور على غرفته وبده يرجع ينزل، كان ظاهر في عنده ريهرسل او شيء، فكل الصحفيين جمعنا قدام الاسانسور، تم تعرف تنحاول ناخذ منه سكوب وهيك. فبيوصل هيك يعني بيوصل هيك خوليو على الجي اف، بيفتح الباب، بتعرف في بادي جاردية جوا بقلبه، هو انجا مبين وهيك، ونحن برا كتار وهيك بيعملوا ال بيرونتري. عملت انا هيك انه
لا عم يحكي معي. فتت انا على الاسانسير طبعا انا مش قادره يعني انجا قادره اوقف بالاسانسير لانه في بادجارديه وهو وما عم بيخلوا حدا يقرب من الشوفة. طبعا انا عم بساله اسئله هيك بالأسانسير؟ على السريع دغري يعني هيك عم بساله كم سؤال تيعطينا شيء جمله لام تي في او هيك فبقوم هو بس بخلص هيك الحديث بيقول لي تي تري بيل بو لي في اوليبان بو زيت تري جولي يعمل لي هيك انا بقول فهم بقول الشارم فقلت له انا ميرسي ميرسي قمت انا هيك عم مد له ايدي انه خلص ميرسي اورفار بدي فل انا يعني بدي اروح فرجيهم شو جبت من خوليو الجمله فميرسي اورفار ما تكون كسلان يا خوليو قربها سحبك تسحبني هيك على السحبه هو كنت انا سحبته على الازاز سحبته على المرايه بالاسانسير بعد بالركض لبرا صرت عم بركض وما عم بستوعب انه انا مستحية لانه كل الفلاشات الكاميرا صاروا يصوروا انا وجوا وانه انا بالنسبه لي خلص انه انتهت الكاريير يعني انه انا ريبورتر رصيني انه انا عم شق طريقي بعالم السياسي يجي يبوسني خوليو اجليسياس مش وقتها ابدا بس بعدين حرام هو الظهر من الاسانسير حس انه انا تلبكت وانه يمكن انه هيك تضايقت فطلع بالاسانسير وصار ينبش علي ويني فبعدين وصل هيك عمل لي هيك على كتفي قلت له انا ما فيك تلوميه لانه هو ما عنده خبره بالنسوان ابدا يعني يعني هيك يعني معود يرقص ويبوس ده قد صار عمره هلا ما بعرف السبعينات تقريبا طويل صار لي زمان ما حكيته طويل هو ما هيك طويل يمكن لا مش طويل مانه طويل؟ لا مش طويل بطوله؟ وينك وين؟ انت مانكا؟ بس بقى عم تحكي جد؟ لا عم بمزح مش جد بتعرف انه كان يلعب جولر بريال مدريد؟ عن جد؟ اه انا كمان كنت العب جولر جيسيكا مزبوط انت ما بتظهري من البيت قبل ما تعرفي شو برجيك؟ بدي لجان لجان؟ مين جان نخول؟ زميل لجان نخول بدي له تسألي شو برجيك كل يوم الصبح؟ لا مش كل يوم يعني اذا برجيك منه منيح ما بتطلع من البيت؟ لا فكون العالم مجنونه لا بس يعني اوقات بكون هيك خلص ما القصص ما عم تزبط معي بدي اقول له بقول له جان كيفني مش منيحه مش منيحه ليش شو برجك او بقول لي منيحه شو بعمل لك اذا انت برجك منيح بس انت ظروفك تعيسه انت شو برجك انا العذراء العذراء جيسيكا بعد في امك ما طلعت على التلفزيون ما هيك انت واختك مزبوط قال بده يعملوا لها برنامج وبي طالع مراسل من واشنطن بيك بالولايات المتحده بي رح ناخذ فونه بالنشرات من الوايت قال انه مش عم بيلاقوا هيك يعني ما عم بيقدروا بقى خلص وقلت لهم اوكي في بي وامي كيف عنا هشام مهران بمصر بس هم بصير عنا جوزيف عزار بامريكا جوزيف عزار بس مهضوم هشام مهران ايه مهضوم وشاطر ما حدا عم يعرف يقول له مثلا يظبط الام تي في ما عم تطلع هشام كان معكم هشام مهران ام تي في مهضوم فظيع عن جد بجنن هلا تنفترض انه جينيفر عزار يلي هي اختك بتذيع نشط طقس ما قدرت تعمل نشط طقس وطلبوا منك انت تطلعي مطرحها بتعمليها؟ ايه بطلع اكيد فرجينا مثلا كيف بتذيعي طقس؟ جوسي عيط لها تشوسي تعدى وافي 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 فسرينا على فكره هن الناس ما بتعرف انه ببين هي وشو عم بتذيع ولا قبل كانوا يحطوها كروما تصير قشر انه ايه بوقف بذيع النشرة ايه هات لنشوف كيف هاي كاميرتك هون هون؟ ايه كيف بتذيع جيسي جينيفر؟ جينيفر ولا انا كيف بذيع؟ انت كيف بتذيع؟ او هلا كيف صايرين بذيعوا؟ كيف صايرين بذيعوا؟ 28 شباط الحرارة 30 29 شباط الحرارة 31 30 شباط تبقى بيشحطوك ها 30 شباط 30 شباط 30 شباط 31 شباط الطقس ممطر انا بضحكوني كيف بيذيعوا الاخبار نشاط الطقس رياح جنوبية غربية مع شو جنوبية غربية سرعة بتوصل ل والزقبق هذا الزقبق شو خايف شتي ولا لا؟ قل ايه مع رياح جنوبية غربية مع حالة البحر متوسط إلى ماجئ هون أصلا هون لازم تعرف شو يذيعوا بالإم تي في نشرة الطقس هون إنه فيكم تطلعوا تعملوا سكيب الزعرور أو ما فيكم
وبالصيفية فيكم تطلعوا تتشمسوا بالزعرور او ما فيكم؟ ايه بالصيفية هيك انه فيكم الطقس يعني حلو. طيب شو بدك احلى من هيك؟ فيكم نحن عم نقدم للناس كل الخيارات. ايه يا اما زعرور يا اما زعرور. ايوه نحن بالام تي في. لا لا الهيئة مزبوط مضينك على مليون دولار. لا شو جيب لك سطل بويا بعد مع فرشاية ميشيل المر ميرسي كل اجزو الام تي في بتجني بيتنا. انا بحبكم اكثر من اهلي ان شاء الله موت اذا بعد تزعلكم مع هيدي الوصله تبعت اللي عرفتيها مع الفرق. هيدا اللي بيقشعوا فيه صوفية يعني. ولا عم بحكي الحقيقة عن جد وحد الله عم تظلمني هلا بفكروا العالم هيك. لا لا اصلا نحن مثلك كمان. ليش لانه فكرك يعني انا بحب غير الام تي في. اي لاف ام تي في عن جد. سهل جو الالفة والمحبة طبعا. لا ننتقل من بعد البويا غير خبرية البويا ننتقل انك ست بيت منيحة وشاطرة وشاطرة كثير بالطبخ هيك سمعت يعني. صار فينا نجوزك؟ عم يتقدم لك عرسان؟ عم يتقدم لي عرسان؟ قديه بيجيك عرسان جيسيكا؟ ايه؟ هلا مش مهم قديه بيجيني عرسان، مهم إذا القلب عم بدق ولا ما عم بدق. القلب عم بدق هلا؟ وبقوة. يس عندك حدا ما خبرتيني؟ تبت؟ ما خبرتك؟ عم بتخبي علي؟ ايه الله يرحمه كلبك مات جبت اثنين بداله ما هيك؟ كان في تشستر صار في باريس واوليفر. باريس واوليفر؟ شو 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 انواعهم؟ بيشون. بيشون؟ هولي بالاساس يعني هن الكلاب لجينيفر اختي هي بتحب كثير الكلاب وبضلها تعيط علي انه انا بعيط عليهم. في حدا اسمه اوليفر هون؟ بس مش انت منك مقصود اوليفر. هو ثابت هيك اسمه عن جد البيشون. قديش كثير اخذ لك وقتك البيرسونال ترينر؟ ايه البي تي. البي تي عم بيدمرني يا عادل. شو عم بتدمر يا عادل؟ انا حاليا مدمره. مدمره؟ مدمره من البي تي. ليه؟ لانه يعني هلا ماكسيموم فيك تطلب مني امشي مثلا علي ايدي نزل اجري ما فيني. بس عم تعمل سبور كثير ها؟ عم بعمل سبور هلا ايه واخذ لي من وقت البي تي والجيم وما عم قفي وكثير اخذ القصه جديه ومعتبره انه عندي تحدي من هلا للصيفيه لازم اقطع. عن جد؟ جايبه عده للبيت تردمل وهيك قصص؟ لا لا بروح على الجيم. بتروحي على الجيم؟ بس هونيك هو بيتابعني الكوتش بس عم بيدمرني. عم بيدمرني على الاخر. انا هلا جبت عندك تردمل؟ بعدين انا ما بعرف ايه تردمل بدها تحمل. الناس بيعملوا سبور بيتنشطوا. بيتنشطوا؟ انا بعمل سبور بنزل على البيت بخفى عشان تزبط معي. انا هيك عم بيصير معي من وقت ما جبت التردمل. انت كمان خلص ما خرجنا. مين؟ سبور. بلي ما خرجنا سبور مش لإلنا. لا بالعكس انا عم بستفيد منها. اشتريت تردمل جديد عم بستفيد منها كثير. تعلق عليها ثياب كل ثيابي عم تعلق. ايه برافو عليك الحمد لله. فيك تحط الشابوه فوق كمان كله مزبط. ايه تمام احلى خزانه. احلى خزانه تردمل بعدين بتتناول بسرعه. ايه شو تفتح ما تفتح خلص. هيك ايه جيسيكا اول شيء بدي اقول لك انه ما بقى تطول الغيبه علينا انه انا عم يعني عم بشتاق لك. ما بقى تزعل الإدارة؟ لا أصلاً بدي أقول لك شغلة إيه؟ يعني ولا أنا زعلت الإدارة ولا الإدارة زعلتني. قلت لك كنا عم نجدد عهود. يعني في ناس كتير اعتبروا أنه أنا كنت مقاصصة كتبوا في ناس إيه؟ كتبوا أنه ما بعرف يحكو. أنا شو عملت وأنه بس أنه فيهم يحكوا بالآخر اللي بدهم إياه. وجودي معك اليوم أكبر دليل أنه نحن مثل السمنة على العسل لأنه أكيد. أنت بتعرف أنه برنامجك هو رقم واحد بلبنان مش بس على شاشة الانجليزية. وبتعرف انه ضيوفك على طول بيكونوا سبيسيال فعلا. فهيدا الشيء اكيد ببين مره جديده انه لو ما عن جد هالقد علاقتي بالام تي في جيده اكيد ما كنت اليوم معك ضيفه بعد اول نشره انا عم برجع طل فيها اليوم من هالثلاثه.
جيسيكا كمان مرة بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك، وبتعرفي نحن بنتبادل هيك ضيوف رمزية مع ضيوفنا، حابة أقدم لك برنامج. بدك أنت تقدم لي بالأول ولا أنا؟ أنا بقدم لك أول شيء، برنامج هيدا حكي وفيرجن ميجا ستور حابين أقدم لك، بما إنه أنت هلا مهووسة بالسبور هيدي الساعة يلي هي بتقيس ال اسمها ميس فيت يلي هي بتقيس الكالوريز والبيسي والبوبي كله. ميرسي بيسي بوبي كله واوليفر باريس. واوليفر باريس. اوكي هيدا اول كادو. ميرسي. والكادو الثاني بدي اقدم لك اياه الا وهو واو ميرسي يلي هو ايطاليز جريت شيفز. واو انت بتطبخ؟ ايه ميرسي. انت بتحبي الطبخ منيح. وانا بحب الايطاليان كمان. ميرسي. ميرسي. أنا بتخيل هذا رح تعطي لأمك لأنه أنت ما رح تحطي إيدك بشي. لا بالعكس، بس أنا رح أعملهم، بس بدك تعمل لي واسطة مع الماما لأنه ما بتخليني فوت على المطبخ أطبخ. لا قال بنقلها المطبخ كله سوا، بصير يمشي المطبخ. بصير يمشي المطبخ. بصير يمشي المطبخ. وكمان بما أنه أنت فراشة وأنت فراشة الام تي في وفراشتنا كلنا، حابين أقدم لك هيدي الفراشة. لك ما أحلاها. ميرسي. كثير حلو. شو عرفك انه بحب النوم؟ شو عرفني؟ ما بتخبريني، عم تخبريني هلا قد ما عم تتعبي بالسبور بتنامي. بس انا بعرف كمان انك بتحب النوم. انا ملك النوم. ام فارس قالت لي انه طار انه عادل بطل العالم بالنوم. بطل العالم بالنوم. مش بس هيك، انه انت وصغير ما كنت توقع حتى لتاخذ البيبرو. ايه مظبوط. وضلك نايم صح؟ صح؟ انا بوع على اكل. ف هيدي البيلو اول شيء بتجمع شغلتين انت كثير بتحبهم وانا كثير بحبهم اكيد، يلي هن بيروت ومخدة. حلو كثير. فهيدي بيروت بيلو بيروت لانه انا نايس بموت ببيروت وكلنا بنحب بيروت اللي هي اجمل عاصمه بالعالم. وانا بعرف انه انت عندك علاقه خاصه مع الايباد وما بتفلت الايباد من ايدك. صح. وعرفت انه الكفر تبعك خلص صار بده غيار. ايه فهيدا كفر جديد وفي له كلافيه كمان اسرع على الدق. يا الله شفت صرت تعمل شغلات اوقات. وبعد في شغله. بعد في شغله اديب، بما انك انت قلت لي انه انا مش متعصبه ولا شوي للاشرفيه، مش كل الناس بتعرف انه عنا بالاشرفيه بوزة كتير مشهورين فيها من عند مصري. هيدي بوزة على قمر الدين وهيدي بوزة على فستو. بوزة على فستو. على فكرة حنا متري بيكون هو عمه لزميلنا عماد موسى. ولا اصلا قال لي سلم له على الشباب لانه كلهم بياكلوا بوزة. وانتو ارتودوكس بتحنوا على بعض وكذا. يا الله انت قلتها. انا ما قلتها. فبما انه قبل شوي قلتي لي انه كل ضيوفي مميزين وانت اليوم مميزة. ميرسي. من الضيوف المميزين بس انت مميزه عندي. ميرسي. حابب انه انت تختمي الحلقه اللقاء بالاحرى على كاميرتك هون مثل ما بتختمي بالاخبار انت وفادي شهوان. وبسلمك لك وسلميني. الى هنا نصل الى ختام حوارنا مع جيسيكا. القسم الثاني حوار يجريه الزميل عادل الكرم مع الاخوين شحاده. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء. هيدي مذيعة، هيدي الفراشة، هيدي حبيبة قلبي جيسيكا عزار.